أعتقد السيد محمد الشياع السوداني لغاية اللحظة هو الأكثر حظوظا في حكومة لن تتشكل، والسيد الكاظمي متمدد ببقاء مزاجية التيار الصدري، على اعتبار عندما غرد السيد مقتدى الصدر ببقاء إشارة واضحة لليكفي أنه بقوا برهم صالح، ويا سيادة بقوا الحلبوسي وأنا أبقي على الكاظمي ونذهب إلى الانتخابات. لكن بالإشارة لحديث الضيف قال التيار الصدري كل ما يأخر تتأخر، فالجواب هو هذا اللي يريده بالضبط، هو كل ما يأخر تتأخر، على اعتبار هو ما مستعجل على الانتخابات يملك فيها حكومة دون برلمان يقيدها أو دون برلمان يراقبها، على اعتبار الأمور ذاهبة باتجاهات أخرى. ولكن ما أظن أنه الإطار سيقبل أن تذهب حكومة السيد الكاظمي للأسف للإشراف على انتخابات ذاق ويلاتها في 2021، حتى وإن كان شرط الحلفاء الآخرين في سبيل تمرير حكومة، حتى وإن كان شرطهم. هسه ممكن يصير الآتي، أعدل لك القانون تعدل لرئيس الوزراء، أبقي لك هذا تشيل لهذا، يعني ممكن يصير تفاوض تحت الطاولة. طيب.